بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والسرور وين ما تتابعون حلقة الليلة من برنامج من عمان. هذا البرنامج اللي يتواصل معكم من الأحد وحتى الخميس من الثامنة وحتى التاسعة مساء، وطبعا يسلط الضوء على أبرز الفعاليات والأنشطة وأيضا أبرز الشخصيات المجيدة على ساحتنا المحلية. الليلة في حلقتنا مشاهدينا العديد من المحطات المتنوعة. راح نبدأ محطتنا الأولى مع ثقافة السلامة المرورية، محطة أخرى مع معرض عمان الأرض والطبيعة والثقافة والمقامة في العاصمة لندن، وكذلك راح نحلق في السماء مع معرض ألوان في السماء الذي يواصل أيضا تحليقه في سماء عدة دول عالمية، وغيرها أيضا من المواضيع. راح يكون معنا وقفة واتصال مع الهيئة العامة لحماية المستهلك، راح نتعرف على الموضوع إن شاء الله من خلال متابعتكم لحلقتنا لليلة بمختلف مواضيعها المتنوعة اللي نتمنى إنها تنال استحسانكم ورضاكم وتحقق لكم المتعة والفائدة. وحياكم الله. دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من كل عام بأسبوع المرور الخليجي الموحد بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية والشركات الخاصة، والذي أتى هذا العام تحت شعار غايتنا سلامتك، ترجمة للجهود التي تبذلها إدارات المرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واضعين نصب أعينهم أن السلامة المرورية مطلب وهدف. هو ما في شك أنه موضوع السلامة المرورية والتوعية والتثقيف المرور هو عمل متواصل، وهذا متبع في كل دول العالم، وآلية من آليات التقليل من الحوادث المرورية مواصلة إخطار المجتمع بالمستجدات وبالآليات وبالأنظمة والقوانين، عمل لابد أن نواصله ولابد أن نهتم فيه. وبالتالي جاءت أسابيع المرور لتكملة هذه الجانب بحيث يكون هناك عمل مشترك بين دول المجلس عامة من خلال رسالة توصل إلى الجميع. استعدادات شرطة عمان السلطانية لهذا الأسبوع بدأت منذ وقت مبكر من خلال إعداد البرامج التوعوية بهدف زيادة الوعي المروري بين المواطنين والمقيمين، وإدراكا من شرطة عمان السلطانية لخطورة المشاكل المرورية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وما تسببه من خسائر بشرية ومادية، بالإضافة إلى إقامة المحاضرات والندوات وتوزيع الكتيبات والمطبوعات الإرشادية للمواطنين والمقيمين من مستخدمي الطريق. تأتي مشاركة شرطة عمان السلطانية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاحتفال بأسبوع الخليج المروري الموحد، باعتبار أن هذا الأسبوع يستهدف كافة شرائح المجتمع، وهو فرصة لإرساء الوعي المروري وتعزيز القناعات للالتزام بقواعد وآداب المرور. الملازم منير بن محمد آل سنان، مسقط.
حياكم الله مشاهدينا. يقال مشاهدينا أن قيادة السيارة فن وذوق وأخلاق، وهذه طبعا لا يتأتى هذا الشيء مشاهدينا إلا من خلال طبعا وجود الثقافة المرورية اللي تعد من السمات التي تتحلى بها الشعوب المتحضرة، وأيضا هي دليل على رقي تلك الشعوب طبعا نظرا لما للثقافة المرورية والوعي المروري أيضا من ارتباط وثيق بحياة وسلامة مستخدمي الطريق. وإحنا نحتفل هذه الأيام مشاهدينا بأسبوع المرور الخليجي 30 تحت شعار غايتنا سلامتك، وأكيد أن هذا الشعار فيه من المعاني الكثير والكثير، والمفروض أن إحنا وإن كانت الشرطة غايتها سلامتنا فإحنا أكيد غايتنا أيضا سلامة نفسنا وسلامة الآخرين، وهذا الشيء ما راح يتأتى إلا من خلال هذا الوعي والثقافة المرورية التي يجب أن نتحلى ويتحلى بها الجميع. حول الثقافة المرورية مشاهدينا وأيضا أثرها في الحفاظ على سلامة المجتمعات بمن فيها، يسرنا أن يكون معنا في الاستديو منورنا المقدم متقاعد حمد بن سالم العلوي، رئيس مركز طريق الأمانة لخدمة السلامة المرورية. مساكم الله بالخير المقدم. الله يمسيك بالخير. حياكم الله ومنورينا، وكل عام وانتم بخير بمناسبة طبعا اسبوع المرور الخليجي. اذا المقدم من خلال كونك كسائق وايضا صاحب مركز طريق الأمانة لخدمة السلامة المرورية، وايضا لك العديد من المقالات ومطلع على الأوضاع المرورية والثقافة المرورية في مجتمعنا، كيف تقيم اليوم الثقافة المرورية لدى الجيل الحالي وايضا استخدامنا للطرق بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال نحن في تطور مستمر، والثقافة المرورية يجب أن تتطور أيضا مع هذا التطور. قبل 20-30 سنة كانت لنا وقفات مع السلامة المرورية، وكان بداية السبعينيات أول ما فتح النظام للجميع أن يمتلكوا سيارات وأن تفتح الخطوط مع بداية النهضة المباركة. دخلوا الناس الشارع وطبعا عندهم كانت ثقافة أو أخلاقيات السبلة. فدون أخلاقيات لا يمكن للسائق أن يجد من يحترمه أو يحترم، يعني لازم يكون هناك في احترام متبادل. بين الجميع. لم تجد الشرطة في ذاك الوقت صعوبة في تطبيق النظام، لأن الناس كانت على استعداد، والناس كانت ليسوا خليط من ثقافات، وإنما يكاد أن يكون نمط واحد من الثقافة، لأنه الغالبية العظمى في البلد، يعني ما كان ذاك الوقت بعده دخلوا الأجانب أو الوافدين نقدر نقول، ونقلوا ثقافاتهم إلينا. فكان في تلك الفترة وأنا أتذكرها أنه إطلاقي أنه الإنسان يقف من تلقاء نفسه ليسمح للسائق الآخر أن يدخل الطريق. فممكن لو قدرناها بالأرقام نجد 1000 واحد مستعدين ليقفوا ليسمحوا لك تدخل الطريق، ويمكن واحد يطلع ما يسمح. فالآن للأسف الشديد انعكست الآية وابتعدنا عن قيم السبلة العمانية. احنا لا ننادي بالسبلة ككيان، لكن ننادي ببقاء قيمها. صحيح. من احترام ومثل ما يقال إيثار الذات على الغير، أو إيثار الغير على الذات هكذا. فمع الأسف يعني صارت ثقافات أخرى ترد إلينا، وصار أيضا الاستعجال، وصار أيضا الحركة السريعة، وصار أيضا معظم السواقين جيل شاب. وفي دراسة أيضا نشرت قبل فترة جريت على ما أعتقد في أمريكا، لا أتذكر، أنه يظل هذا الطيش ملازم كل السائقين حتى أو معظم السائقين حتى يبلغوا السن 25 من العمر. فمعناته في خطورة، لأنه معظم سائقين بين 17-18 وال19 وال20 وال21 حتى ما عاد
العمر هذا اللي كان مفترض لسائق الشاحنات مثلا أو سائق الرخصة الثقيلة مناسب اللي هو 21 سنة، فينبغي الآن رفعه إلى 35 طالما أنه وجدنا ما يؤكد هذه المعلومة أنه السياق العقلانية تبدأ في هذا العمر. نعم، لكن المقدم يعني وإحنا نتكلم عن هذه الصفات والأخلاقيات، أخلاقيات السبلة واللي ذكرت ده، وإن يعني غابت السبلة أو مثلا ليس شرطا أن نرجع لأخلاقيات السبلة، ولكن إن المفروض أنه يتحلى بها الشخص وتكون لديه هذه الأخلاقيات. اليوم وإحنا نتحدث عن الشباب، الشباب أكيد لهم قدوة في من يقود السيارة، وهم الآباء عادة وأولياء أمورهم، والمعروف أن هذا بسبب الخبرة وبسبب السن فهم يقودون السيارة بهذه الأخلاقيات، ولكن للأسف بعض الشباب لا يمشي على نهج الآباء وأولياء أمورهم، وبالتالي نجد لديه هذه الصفات أو ابتعاده عن خلينا نقول هذه الأخلاقيات، الأمور اللي يعزى إليها هذا الأمر المقدم. حقيقة النظام يجب أن يكون عندنا ليس نظام بل منظومة. نعم. تبدأ من تعليم السياقة، ثم الرقابة، ثم الضبط، ثم العقوبة، ثم المتابعة وهكذا. لا يكفينا مثلا، أنا لا أعي بالجهود اللي يقومون فيها الشرطة، لكنه لا يكفينا أن أضع جهاز يعني هو ليس ضبط سرعة وإنما رصد سرعة، هو بيرصدها ولا بيضبطها. هذا الشيء. والشيء الآخر أنه أنا أريد من يقيم هذه الأمور، وأريد من يراقب، وأريد من يسأل، ولا يسألني بعد سنة عن مخالفة ارتكبتها اليوم. يجب أن أفرض نظام معين أنه أنا أتابع هذا الإنسان حالا، وحتى هو يشعر انه انا اريد منه ان يلتزم بسلوك او ينسجم في سلوك معين، فدون ان اراقبه. نعم. وهذا العمر يحتاج الى الرقابه، والرقابه اللصيقه، وعندنا الوسائل كثيره طبعا. قبل هذا يحتاج انه اي سائق يدخل الى الشارع او يستلم السياره يفترض فيه أن نتعلم قواعد وآداب المرور كما أتت في 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 قانون المرور ولائحته التنفيذية. للأسف إحنا لا نجد هذا، وأيضا أن يتعلم الإشارات الدولية، لأن هذه الإشارات الدولية يجب أن تقرأ على أساس أنها بتوزيعها المعروف اللي هي التحذيرية ثم المانعة ثم الإلزامية ثم الإرشادية أو التوجيهية. نعم. كل هذه القواعد متى ما تعلمها السائق الجديد أو حتى الوافد إلينا وألم بها إلمام طيب، تأكد تماما أنه يتعامل معها كميثاق بينه وبين السائرين معه في نفس الطريق، وبينه وبين من يراقب سياقته، وبينه وبين نفسه حتى. نعم. لأنه صحيح. هو يحتاج إلى أن يضبط نفسه، فمتى قدر أن يتفادى الحوادث ويتفادى أخطاء الآخرين هكذا نعتقد أنه هذا الإنسان أصبح مثقف مروري. نعم. دون أن يكون هناك في أخلاقيات في السياقة، ودون أن يكون هناك في فنيات في السياقة، ودون أن تكون هناك معرفة في السياقة. صحيح. كل هذه الأشياء لن تحقق السلامة المرورية مهما عملنا إلا بوجودها. إذن إحنا أيضا يعني انطلاقا من حديثك المقدم متقاعد، البرنامج قام باستطلاع لآراء الجمهور حول الأكثر فعالية في الحد من الحوادث، هل هو عن طريق الرقابة الذاتية أم عن طريق القوانين الصارمة؟ خلونا نشوف معكم المقدم متقاعد أيضا مع المشاهدين إيش كانت نتائج هذا الاستطلاع. قاضي يعتقد انه المخالفات او الرادارات اللي موجوده على الشوارع في شوارعنا ما اعتقد هي الرادع، ولكن الرقابه الذاتيه في كل شخص هذه اهم من انه نحط الرادارات وهذه الاشياء هذه، لانه الشخص هو اللي يجيب لنفسه، يعني هو اللي يعرف
حياته كيف يمشيها. يعني انا اسرع في الشارع امشي بسرعه ولا امشي خفيف، انا اعرف نفسي هل انا راح اقع في حادث ولا لا. الانتباه هذا شيء ضروري، لكن الشخص داخليا لازم يكون عنده رقابه ذاتيه لنفسه ولتصرفاته، لانه هذه فقط الاشياء اللي موجوده في الشوارع ولا الرادارات، هذه الاشياء هذه فقط اشياء احترازيه، لانه نسب الحوادث ونسب الوفيات في السلطنه زادت، فخوفا من انه هذه الاشياء تزيد وتتواصل هي هذه الرادارات موجوده في الشارع، ولكن اهم شيء الشخص داخليا. طبعا الرقابه الذاتيه، لان في داخل كل انسان لازم يكون ضمير حي وراعي الطريق، ممكن يكون في اطفال مارين، ممكن يكون في شايب، فلازم الرقابه الذاتيه تكون موجوده داخل كل شخص. اليوم بوجود الرادارات ربما الواحد في نهايه كل سنه يحصل عليه 10 و20 مخالفه ويدفع. لا، وش الفائده؟ يعني الانسان لو فكر، ونحن الله سبحانه وتعالى اعطانا عقل، فلو كل انسان فكر في ذاته وكان ضميره حي وعرف انه حرام، يعني هذه الفلوس اللي تروح هذا الادارات، لازم يكون ضميره حي ولازم تكون في رقابه ذاتيه من داخل الشخص نفسه. بخصوص على الرقابه الذاتيه، ان معظم الشباب الحين قد ما يمر في شارع يشوف الشارع ما في رادار، فتمها يزيد السرعه معاهم، فيقول ماشي 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 الرادار، فهذه هني مشكله. يمكن شخص عابر طريق او حد قاطع الشارع وكذي وتسوي كارثه يعني، فالانسان لازم يتجنب هذا الشيء حتى لو ما له دار، يمشي وينتظم بالسرعه القانونيه. مثلا السرعه محدده 140، انا بمشي 120 130، ما في داعي، لان لو سرعت 140 130 او 160 هي ما تفرق غير 10 دقائق يعني. فالانسان ينتبه الحين، والحوادث كثيره، فانا انصح اخواني الشباب يعني يتقيدوا بالسرعه القانونية في الشوارع، فلا يعني يتهور ويسرع سرعة جنونية، فبيخسر نفسه أول شيء وبيخسر الآخرين. فهذا الشيء اللي احنا نتمنى إن شاء الله يكون الشباب واعين في هذا، نتمنى من الجميع إن شاء الله أنهم يكونوا متقيدين في السرعة. طبعا احنا نتكلم اليوم في حديثنا هذا عن الرقابة الذاتية والرادارات الموجودة أو التحكم السرعة الموجود داخل الشوارع. من وجهة نظري انه الإدارة الذاتية او التحكم الذاتي افضل للشخص من انه يكون هناك رادار يضبط السرعة الموجودة على الشوارع. الرادارات صحيح انها تحكم للشخص بالسرعة المحدودة، ولكن لو كان الشخص لا يوجد لديه إدارة ذاتية او إدارة او قناعة ذاتية بانه يخفف من السرعة، سيظل يسرع الى ان يأتي لنقطة الرادار او نقطة التحكم المنصوبة في الشوارع ويخفف سرعته، وبعد ذلك يتعداها ويزيد في حدة السرعة. ولكن عندما تكون هناك الرقابة الذاتية والقناعة الذاتية بأنه لا يسرع وأنه عنده سرعة محددة في السير، وفي نفس الوقت ملتزم بقوانين وأنظمة الشارع، سوف يحقق هدفه وسوف يصل للوقت بنفس الوقت وفي نفس التوقيت اللي هو محدد لنا. طبعا لما يكون في رقابة الشخص داخله يعني ومهتم بالقوانين، هذا بحد ذاته يحد من كثرة الحوادث يعني. فالمفروض تكون عندنا أصلا رقابة داخلية لنفسنا، أولا نحافظ فيها على نفسنا وعلى غيرنا، يعني ما مجرد مثلا نشوف إشارة مرور متعطلة لا سمح الله يعني خلاص الدنيا فوضى ونمشي على كيفنا، لا، يعني نحاول بقدر الإمكان أن ننظم يعني مسيرنا وكذا. مثلا شارع فاضي ما نسرع على اساس انه والله الشارع فاضي، لا، بالعكس، يعني مفروض نلتزم بالقانون المحدد والسرعه المحدده على اساس يعني ما يفاجئنا شيء سبحان الله في الطريق يعني. فمفروض تكون رقابه داخليه يعني للشخص نفسه بعيدا عن بس الالتزامات وقوانين وكذا، يعني افضل انه يكون هذه الرقابه حرصا على سلامه الجميع وعلى سلامه انفسنا. إذا مثل ما استمعنا المقدم متقاعد حمد العلوي، أجمع الكل أن أهم شيء لازم يكون هناك في رقابة ذاتية لدى الشخص، ومتى ما كانت هذه الرقابة الذاتية موجودة لدى الشخص فأكيد راح يكون هناك في تقيد بالقوانين، وليس القوانين الصارمة هي من يحد من الحوادث. صحيح، القوانين الصارمة
لا تفعل شيء وحدها وإن كان ضرورة أيضا، لأنه الأشخاص اللي يتكلموا في الاستبيان هذا عبروا عن مشاعرهم، لكن الآخرين اللي ما يتكلموا كذا ما أحد منهم عبر عن مشاعره، وتلاقيهم ما يريدوا الاثنين، لا الانضباط الذاتي ولا القوانين، فهم مرتاحين كذا على سجيتهم يمشوا في الشوارع. بس هذا ما صحيح، لأنه احنا بلد عرف بالنظام صحيح. المروري المتميز، وكانوا الناس أول ما يبهرهم عند وصولهم البلد هو النظام المروري صحيح. ونظافة الشوارع وكذا أشياء كثيرة. يعني حكى لي مرة صديق عرفنا عليه آخر في باريس هو من أصول عربية، قال لما رحت مسقط قطعت الإشارة الحمراء، أنا فكرني في الدول العربية يعني ممكن أقطع الإشارة الحمراء، فيقول جاني الشرطة ورحب فيني وظننت أنه هذا الشرطة راح يسامحني، لكن هذا الاحترام وهذا التقدير ما منع أنه يعطينا مخالفة صحيح. قلت له احترمك لأنه ما وقفك يعني، لكنه أعطاك المخالفة لأنك أنت فقط ضيف، لكنه لو شخص آخر، لأنه إحنا عندنا من المحرمات أن تقطع الإشارة الحمراء. وأيضا من الأشياء الجميلة والثقافة اللي انغرست لدى الأجيال جيلا بعد جيل اللي هو ربط حزام الأمان صحيح. نعم، أنا أريد أعلق على موضوع على الموضوع اللي تحدث فيه الأخوان في الاستبيان، هم قالوا أنه الرقابة الذاتية وأنا معهم، لكن كيف لي أعلم أنه الجميع يلتزم بالرقابة الذاتية؟ نعم. فأنا معناته أريد طرف ثالث صحيح. أريد رقابة ذاتية وأريد قانون يعني معقول، وأريد واحد ثالث يراقبنا إحنا الجميع. نعم. لأنه إذا أنا راقبت نفسي ذاتيا والتزمت سيأتي من يخرب علي هذه الرقابة الذاتية اللي أنا ألتزم فيها، فيجب على الآخر أيضا من يراقبه إذا هو لم يستطع أن يراقب نفسه صحيح. وحكاية أنه نلاقي الشوارع مفرضة بالمطبات، أنا حقيقة دائما ضد هذه المطبات، فأنا كما قلت مرات وكتبتها في مقالاتي إحنا نريد مطبات في النفوس وليس على الشوارع، فالمطب يخف عنده وبعد كذا بيستمر في نعم. في بعد المطب نعم. لكنه أنا أريد واحد يلتزم العقلانية، يعني أنا أستغرب لما 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 أجد إنسان في الأحياء السكنية يسرع وينعطف وكذا. فمرة كتبت مقالة ساخرة وقلت في حارتنا باص أرعن، طبعا الباص ما ممكن يكون أرعن، بداية أنا فكرت السائق أرعن فشفته شاب وكذا، فأجى على لفة ما يعرف إيش قدامه ولف والسيارة فيها مليانة طلبة الحافلة رحت خرجت من هنا بعد اللفة الثانية ألاقي حافلة ثانية وقد خضبت لحية هذا الرجل بالبياض. إذن الآن ماذا أقول؟ فقلت إذن الحافلة، إذن المشكلة الحافلة وليس السائق. طيب المقدم، يعني من ضمن الاستطلاع أيضا ذكرت معظم الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث وأيضا إلى المخالفات الكثيرة، استخدام الهاتف سواء الاتصال أو كتابة الرسائل النصية القصيرة، تجاوز الإشارة الحمراء، عدم احترام القوانين، كل هذه أجملها والكل يعرف هذه الثقافة. إذن يعني أين المشكلة؟ يعني قبل أن نختم هذا اللقاء حابين نسمع منك. المشكلة طال عمرك المشكلة في الثقافة لم تنغرس في نفوس هؤلاء الناس. عندي الآن 8 مواد بفقراتها في قانون المرور وعندي 52 مادة في اللائحة التنفيذية لقانون المرور، يعني عندي 60 مادة مجملها تعلم بس أدبيات المرور، علاقتها بالسائق بالمركبة بالطريق بالراكب بالمشاة صحيح. كل هذه لما أجي وأنا حاضر الآن أعطي دورات في هذا أنا ما رحت أجيب مناهج خارجية، مناهجي هي مادة المرور اللي موجودة في بلدي صحيح. وعندي الإشارات الدولية اللي تقر في كل العالم أنها هذه إشارات دولية ويجب أن أتحذر فيها. تعرف في الإشارات الدولية في إشارات تقول ممنوع التجاوز وهي ما عليها هذه الإشارة، لكنها تقرأ هكذا صحيح. فإن إحنا كلنا للأسف الشديد ننظر للإشارات الدولية على أنها دالة وليس لها قراءة أخرى، لا بالعكس، في كثير من الإشارات وخاصة التحذيرية
في لها قراءة مختلفة تماما عن اللي يفهمها الناس، وهذا اكتشفته منهم. إذا أنا أحتاج أن أثقف الناس. نعم صحيح. قبل أن يذهبوا إلى الشارع وقبل أن يروحوا يتعلموا، وهذا موجود في العالم كله، وهو حقيقة هذا التثقيف موجود. حتى هذا ما نراه من غرس الثقافة المرورية في نفوس النشأ. الآن في المدارس مسابقات موجهة لطلبة المدارس، بعد ذلك لطلبة المؤسسات التعليم العالي، وهكذا حتى يكبر الفرد. الطلاب اليوم هم راكبوا اليوم وسائقوا الغد. أريد أعلق على هذا الجانب. شكرا. هذا استثمار بعد سنوات. نعم. أي. أنا أريد الآن مثل ما يقولوا معالجة الوضع الراهن. الوضع الراهن يجب أن يعالج. يعالج الآن بالتثقيف المباشر وليس المتدرج. صحيح. التثقيف أنا أريد، عندي أجهزة إعلامية. نعم. وعندي وسائلي وعندي وعندي عندي أشياء كثيرة. هناك يعني المقدم هذه الثقافة. نعم هناك نوع من الشفافية حتى في ذكر الأرقام، أرقام الحوادث، أرقام الوفيات، أرقام الإصابات. إذن هذا أيضا تعطينا بعض الرادع من القيام بهذه في حاجة أريد أقول لك إياها. أنا اطلعت على إحصائية العام الماضي، عندهم 3,889,000 مخالفة و301، وعندهم 1,157,000 سائق و111. نعم. لو قسمنا هذا، ولو حاولت أقسمهم وجدت أنه لو قسمنا هذه 33 تقريبا 4 مليون مخالفة على كل السائقين العمانيين، لنا كل واحد منهم 36 مخالفة أو 37 مخالفة. ما شاء الله. أي. نعم. فمعناته نعم. المخالفات هذه دليل على أنه الثقافة لم تبلغ مبلغها. يعني لو لو نعم. لو لو نعم. خفت الحوادث. أنا ما أنسب والله، هم تكلموا الآن وقالوا أنه النسبة 20% في 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 يعني. نعم. انا اقول جهودهم. نعم نعم. ما انكر لهم جهودهم. لكنه ايضا لازمني شيء اخر افكر فيه واحلل، كما حللتوا انتم وسالتوا باستبيان بسيط. صحيح. ليش تكثر الحوادث في الوقت الفلاني وليش في المكان الفلاني، وما وهذا هي فعلا موجود. ومثل ما قلنا عشان هذا الحديث والثقافة المرورية وكل ما يتبع هذا الجانب، يعني سيطول الحديث جدا ويلزمنا ساعات وساعات وساعات للحديث عن هذا الموضوع. هو الملخص، القيادة يا جماعة هي فن وذوق وأخلاق، هذا هو الملخص. كل الشكر لك المقدم متقاعد حمد بن سالم العلوي، رئيس مركز طريق الأمانة لخدمة السلامة المرورية. شكرا جزيلا لك ونورتنا في من عمان. العفو. شكرا. العفو. كل السلامة للجميع. إذن محطة أخرى بعد الفاصل، خليكم معنا. من جبال الحجر حيث يعيش الوعل العربي إلى الشواطئ الرملية الطويلة التي تعج بشواهد الحياة البرية، والآن في قلب العاصمة البريطانية مجموعة فريدة من نوعها من المعروضات الثراثية والطبيعية جذبت اهتمام دعاة حماية البيئة ممثلين في منظمة Earth Watch. تلقينا دعوة لزيارة سلطنة عمان في 2009 للمساعدة في تطوير ودعم جهود الحفاظ على البيئة، ومنذ بدأنا العمل هناك بدأت بيننا شراكة مع المركز الوطني للبحث الميداني، والذي شهد نموا وتطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية حتى أصبح أكثر المراكز نشاطا في هذا المجال في السلطنة. فهذه الصور التي تأتي من عبق التاريخ العماني تراثا وثقافة تسلط الضوء على التنوع وتفرد أرض ومكان السلطنة مقارنة بمحيطها الجغرافي والطبيعي. وتأتي أهمية المعرض المقام في مقر الجمعية الجغرافية الملكية حتى 28 من الشهر الحالي، من كونه نافذة للجمهور البريطاني للتعرف على التنوع الإحيائي في السلطنة والجهود المبذولة للحفاظ عليه والتعرف على الإرث الحضاري والتاريخي للسلطنة. ويحظى المعرض على إقبال كبير من الجمهور البريطاني الذي أعجب بفكرته. لم أكن أعرف التنوع الطبيعي في عمان، وللأسف كنت دائما أعتقد أن عمان دولة صحراوية ولم أكن أعرف عنها الكثير. المعرض أتاح لي الفرصة للتعرف على تراثها البيئي المتنوع.
أذهلني العرض اليوم، فلم أكن أعرف حجم التنوع البيئي في السلطنة ولا الجهود البحثية التي تبذلها السلطنة للحفاظ على الطبيعة، وهذا ما شاهدته اليوم من خلال برنامج حماية الوعي العربي. وتسعى السلطنة للحفاظ على تنوعها الطبيعي من خلال المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة تحت رعاية صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد يحفظه الله ويرعاه. وعلى هامش المعرض أقيمت ندوة ترأسها الدكتور سيف بن راشد الشقسي، وشارك فيها نخبة من العلماء والباحثين العمانيين والإنجليز، ناقشت أوراقا بحثية حول تطبيقات الحفاظ على البيئة في السلطنة، حيث ناقش المتحدثون الأنظمة والمصادر التقليدية المستخدمة في السلطنة وكيفية إيجاد التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة. رأيتم يعني برز أو عرض في هذا المعرض صور نادرة وكتب نادرة ودراسات نادرة تعود إلى أكثر من 200 سنة، وبعضها بعض الخرائط تعود إلى العام 150 للميلاد. وأشار الكاتب المعروف ألكسندر ميتلند الذي قام بكتابة النصوص المرافقة للخرائط والصور أنه سعيد جدا بهذه التجربة. لم يكن أن يعقد المعرض هذا بدون الدعم الكبير من الدكتور سيف الشقسي ومن معالي السفير والسفارة وبالطبع رعاية صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه، والذي استطاع برؤيته تحويل عمان بصورة غير مسبوقة على مدى العقود الأربعة الماضية. الإرث العماني لا طالما كان محط اهتمام الجغرافيين والرحالة الأوروبيين منذ القدم، وهو ما أكدت عليه تلك الخريطة المعروضة والتي تعد الأولى من نوعها. الشراكة العمانية البريطانية التي بدأت من خلال هذا المعرض ستفتح المجال أمام البلدين للتبادل المعرفي والخبرات في مجال البيئة والتراث. بشرى بيوب، تلفزيون سلطنة عمان، لندن. أقدم لعائلتي دائما دجاج الصفاء الطبيعي والشهي طازج ونقي. دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي، 100% عماني وحلال. الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي. الصفاء. حياكم الله مشاهدينا. إذا اليوم مثل ما تابعتوا واللي ما تابع، اليوم صدر بيان مجلس الوزراء بشأن نتائج اجتماعاته خلال شهري يناير وفبراير 2014. اشتمل هذا البيان الكثير والعديد من النتائج ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي وأيضا الثقافي. من أهم هذه النتائج، أقر المجلس قيام الهيئة العامة لحماية المستهلك بإصدار قرار ينص على أن يتم تضمين اللغة العربية في الفواتير بجانب اللغة الإنجليزية. حول هذا القرار مشاهدينا يسرنا أن يكون معنا على الهواء سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك. مساك الله بالخير سعادة الدكتور. مساكم الله بكل خير، واسأل الله عز وجل لكم التوفيق دائما بإذن الله. إن شاء الله أجمعين سعادتك. بداية نبارك لكم طبعا إقرار مجلس الوزراء وأيضا يعني بإصدار قرار ينص على أن يتم تضمين اللغة العربية في الفواتير. نتحدث عن أهمية صدور مثل هذا القرار بالنسبة لكم كهيئة عامة لحماية المستهلك. الهيئة خلال فترة عملها في الفترة الماضية وفي الوقت المنصرم كله من خلال الممارسات الميدانية وتلقيها لشكاوي المستهلكين بمختلف الطرق، لوحظ وجود وتم رصد الكثير من الإشكاليات الناتجة عن عدم وضوح الصورة فيما يتعلق بالشروط والضمانات البيانات المتعلقة بالعديد من السلع
نتيجة لعدم إلمام المستهلك باللغة المكتوب بها الفاتورة. نعم. ومن المسلم بأن السلطنة دولة عربية اقتصادية قوية وهي موطن الخليل بن أحمد الفراهيدي وقاعدة من أهم قواعد اللغة العربية، ومن هنا جاء توجه الهيئة إلى إصدار هذا القرار بهدف الحفاظ على حقوق جميع أطراف العملية الاقتصادية من مستهلك ومزود. جميل. وذلك يعني من خلال تقنين وجود اللغة العربية إلى جوار اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة الغالبية العظمى من أهل عمان، بالإضافة طبعا إلى استخدام اللغة الإنجليزية إلى جوار اللغة العربية، وهذا الشيء من المؤكد أنه سيساعد على بناء المزيد من الثقة المتبادلة. جاءت مباركة مجلس الوزراء لهذا القرار يعني الذي نحن على ثقة أنه سيكون له تأثيرات الإيجابية في بناء قاعدة صلبة من الثقة بين أطراف العملية التجارية، سيساعد كذلك على بناء العلاقة بين المستهلك والمزود على قاعدة سليمة من الفهم الصحيح، وبالتالي الحد من التلاعب والممارسات الخاطئة. جميل. يعني عشان أيضا يعني نوضح الصورة أكثر للمشاهد الكريم، المقصود بالفواتير هل هي فقط الفواتير الشرائية أم لا البيانات اللي تكون موجودة على السلع؟ هو ما هو موجود من البيانات الموجودة على السلع، نص عليها قانون حماية المستهلك أن تكون هنالك أن تكون هذه البيانات مكتوبة باللغة العربية. نعم. ما سيرتبط بالقرار هو فواتير الشراء. نعم. التي تحتوي على الضمان وما شابه ذلك. نعم. إذن هذا هو المقصود بالفواتير المقصودة هنا من هذا القرار، لأنه اللي حاصل الآن أن معظم الفواتير أو الكثير من الفواتير التي يحصل عليها المستهلك هي فواتير مكتوبة بلغة واحدة فقط. نعم. ليست يعني العربية، وبالتالي يحصل الكثير من سوء الفهم لدى المستهلك وعدم إلمامه بما في هذه الفواتير. نعم. هذه طبعا القرار راح يضمن كل يعني مثلا محلات بيع التجزئة، المطاعم، جميع ما له علاقة بالمستهلك. القرار سيكون شامل، شمولية كاملة فيما يتعلق بهذا الجانب، ونتمنى أن يكون له مردود الإيجابي الكبير بإذن الله. يعني سيتم تطبيقه أيضا في المطاعم، في الفنادق مثلا، في كل مكان سيتم كل تطبيق مكان. هذا القرار بإذن الله عز وجل، وسيؤخذ وسيتم العمل به بإذن الواحد الأحد بعد إصدار إن شاء الله، وبعد فترة معينة. نعم. كما ورد في بيان مجلس الوزراء تكون هناك فترة مناسبة سيتم الاتفاق عليها مع الجهات المختصة في مجلس الوزراء الموقف. شكرا جزيلا لك سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح. لكم الشكر والتقدير، جزاكم الله ألف خير، شكرا لكم. شكرا. إذن هذا كان فيما يخص توضيح القرار اللي اليوم جاء بمباركة مجلس الوزراء حول إصدار قرار ينص على أن يتم تضمين اللغة العربية في الفواتير بجانب اللغة الإنجليزية. فاصل ومن بعده لمحطتنا الثالثة ضمن حلقة الليلة من برنامج من عمان. العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان وشرق أفريقيا في العهد البوسعيدي ما بين 1882 إلى 1956 هو عنوان لكتاب ضمن سلسلة البحوث والدراسات في الوثائق الوطنية والدولية أصدرته هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في الجزئين الثاني والثالث، نظام الوقف والوصايا بزنجبار نموذجاً، ويأتي هذا الإصدار تأكيداً لحرص الهيئة على إبراز الجوانب الحضارية والتاريخية للسلطنة، وذلك لإبراز الدور العماني وإسهاماته في الحضارة الإنسانية على مر التاريخ وتقديمه لجميع أبناء البشرية ليتيح لهم فهم الحقائق التاريخية والشواهد الحضارية للسلطنة بمختلف المراحل الزمنية، إضافة إلى رفض الجامعات والمؤسسات البحثية بالمصادر والمراجع التي تساعد الباحثين والدارسين وإعانتهم في دراستهم العلمية والبحثية، حيث تعد هذه الدراسة واحدة من الدراسات التي أنجزت واستخلصت من الدراسات الوثائقية
من خلال إتاحة الوصايا الوقفية التي تعنى بشرق أفريقيا وخصوصا زنجبار. لا شك أنه مشاركة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في العام الثاني على التوالي ارتأت الهيئة حقيقة منذ إنشائها على إظهار المخزون الثقافي والمعرفي لدى المطلع. فالهيئة طبعا صدرت هذا العام وهي السلسلة الآن نعتبرها السلسلة الثالثة وهي سلسلة البحوث والدراسات في الوثائق طبعا الوطنية والدولية. وطبعا جاء هذه السلسلة بعنوان العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان وشرق أفريقيا في عهد الدولة البوسعيدية منذ عام 1939 إلى 1956. فمن المعروف إنه زنجبار لعبت دور فاعل وخاصة في البلاط، البلاط في زنجبار على مستوى الفترات. وعندما نذكر زنجبار فهو يذكرنا في تلك الفترة التاريخية وبالتحديد في منتصف القرن التاسع عشر، ذلك الازدهار الذي أقيم في عهد السلطان السيد سعيد بن سلطان. حقيقة هذه الوثائق توجد بكميات كبيرة وكبيرة جدا. أقدم لعائلتي دائما دجاج الصفاء الطبيعي والشهي طازج ونقي. دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي 100% عماني وحلال. الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي. الصفاء. حياكم الله مشاهدينا. إذن محطتنا الثالثة وفي حلقة الليلة من برنامج من عمان راح يكون الختام ختام فن، هذه المرة مع معرض ألوان في السماء. هذا المعرض الفني الطائر اللي تتواصل فعالياته أو تتواصل رحلاته الفنية حيث الوجهات الثقافية العالمية التي طرحت مسبقا ضمن فعاليات التدشين لهذا المعرض الوطني والذي تقيمه الجمعية العمانية للفنون التشكيلية بالتعاون مع طيران العماني للتعريف بمسيرة الفن العماني خارج السلطنة. كان لنا لقاء سابق مع بداية تدشين هذا المعرض مسابقين، لو كنتوا مسابقين من وين جبته مشاهدينا مشاهدينا مع بداية تدشين طبعا هذا المعرض. اليوم راح يعني نستعرض وأيضا نقترب أكثر من الفعاليات اللي موجودة حاليا وأيضا من خلال المشاركين بحد ذاتهم في هذا المعرض. معنا الفنانة التشكيلية الدكتورة حنان بنت إبراهيم الشحية، مساك الله بالخير. معنا دكتورة حنان. أهلين. وأيضا الفنان التشكيلي سعيد بن علي العلوي، حياك الله معنا. أهلا بك. وأقول لكم أنتم الاثنين الحمد لله على السلامة. الدكتورة حنان راجعة من باريس والأستاذ سعيد من ماليزيا. إذا يعني بلدين ذو حضارات مختلفة وثقافات مختلفة، وأيضا أنتم عرفتوا فيهم بثقافتنا من خلال الفن التشكيلي العماني. دكتورة حنان خبرينا عن رحلتك كيف كانت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أتوجه بالشكر لبرنامج من عمان على الاستضافة الجميلة. طبعا بس أحب في البداية أشرح للمشاهدين المعرض هذا إيش. نعم. إيش هو، ما هو هذا المعرض؟ يعني الإنسان قد يكون يفتكر المعرض هو قاعة يتم فيها عرض لوحات.
احنا بصدد الحين الحديث عن مشروع متكامل، هذا مشروع متكامل يمتد على مدى عام كامل. يتم عبر هذا المشروع عمل العديد من الفعاليات، من ضمنها معارض، فيها معارض محلية ومعارض دولية للفنانين، وأيضا يكون في تصوير فيلم عن الفعالية يتم عرضه في شاشات الترفيه في رحلات الطيران العماني. صحيح. طبعا هذا المشروع يتم بالتعاون مع الطيران العماني، شراكة بينهم. نعم. وعلى هالأساس يعني جزء منه كبير يتعلق أيضا بالتسويق في الخارج. صحيح. للفنانين العمانيين. بالإضافة لذلك الزيارات اللي احنا بصدد الحديث عنها، طبعا زيارتي يعني كانت لباريس. باريس كما يعرف الجميع هي بلد الفنون. صحيح. يعني أوروبا عموما هي يعني قارة تمتاز بالفنون، فيها عميقة يعني من 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 عمق التاريخ وعمق الحضارة. الفنون عندهم لها طابع جميل وفيها مراحل متطورة. صحيح. ومراحل عديدة. طبعا زيارتي أنا كانت أحب أتوجه أيضا بالشكر للسفارة العمانية في باريس اللي قاموا بتنظيم برنامج للزيارة خلال فترة إقامتي على مدى 3 أيام. طبعا هذا البرنامج كان ممتاز للغاية، وكان تقريبا فيه كل ما أتمنى أن أشوفه. يعني أنا سبقني صراحة زيارة فرنسا عدة مرات كسياحة. نعم. كعمل، وقد أكون ذهبت بعض من هذه المتاحف مثلا الفنية، لكني يختلف الزيارة هذه تختلف لأن كان التركيز فيها على الفن. صحيح. أيضا إلى إضافة بالمتاحف كان أيضا هناك لقاء مع فنانين فرنسيين، فنانين عرب مقيمين، فأنا استفدت الكثير صراحة، الاطلاع على خبراتهم على تجاربهم، هذا بحد ذاته فائدة عظيمة حالي. جميل جدا. باريس معروفة بفنونها وأن هي يعني بلد الفنون مثل ما قالت الدكتورة حنان. بالنسبة لماليزيا كيف كانت تجربتك فيها؟ الحمد لله. بالنسبة لماليزيا يعني يمكن هناك 3 ثقافات. ترى التنوع الثقافي الموجود أعطانا، يمكن جمعنا الصين والهند وملاوي اللي هم الأصل السكان الأصليين. نعم. فهذه الثقافات التنوع الثقافي يمكن جمع في هذه الدولة ماليزيا، فكانت تجربة يعني بالنسبة لي جديد بأنك تطلع على ثقافة جديدة أو 3 ثقافات في بلد واحد. هذا يعطيك نوع من انه الاستغراب حول التجانس ما بين الثقافات الثلاث. نعم. بالاضافه انه ما زال الفن يعني ليس بالقوه اللي احنا نذكرها في باريس. صحيح. هناك، وهذا الاختلاف قد عرفنا على 3 حضارات مختلفه، لانه كل من ينقل حضارته في فنه. نعم. كذلك زيارتي لبعض يعني المعارض الفنية اللي ضم، كذلك لفت نظري بأنهم يهتموا باللغة العربية. يعني خاصة بالتشكيلات الحروفية وكذا موجودة في أعمالهم، خاصة الماليزيين الأصل يعني يعني كهوية إسلامية ويهتموا بهذا الجانب كثير. بالإضافة أنه هناك أشياء يعني يمكن الحرفية أكثر من الفن ذاته موجود أو طاغي وجوده في ماليزيا. فبالنسبة لي أنا اكتشفت أنه في كثير من الفنانين يميلوا لل يعني بعض النحت أو التجريد وكذا من خلال بيئتهم اللي هم يتعايشون فيها. جميل. بالإضافة أنه الفنانين يعني قد يكون ما معروفين بشكل يعني بارز. نعم. فأنت تبحث عنهم تطلع عنهم، فوجدتهم في مكان اسمه كرافت سنتر اللي هو مال الهدايا، ومن حولها في اكشاك معينه محطوطه لمجموعه من الفنانين يشتغلوا في هذا المكان. نعم. فكان فرصه بانك انت تراهم وهم يشتغلوا في المكان هذا، يعني كل فنانين 2. نعم. لهم مكان محدد في منطقه كبيره، يعني يمكن على شكل حديقه كبيره، لكن التنوع هذا موجود، كل النحت. جميل. خزف، الباتيك اللي هو الحرير، يعني هم يتميزوا بالحرير، بوجود الحرير، رسم على الحرير، الرسم على الحرير. نعم. نعم. وهذه يعني يمكن ماخذ باع طويل هم ومشهورين فيه. صحيح. يعني كانت تجربة، يعني هذا بالنسبة، يعني أفهم من كلامك سعيد أن ما شاء الله الاستفادة كانت كبيرة والإضافة كانت كبيرة بالنسبة ليك. بالنسبة ليك أنت كفنان عماني، ما الذي أضفت لهم هم كفنانين ماليزيين أو كثقافة ماليزية هناك من خلال احتكاكك بهم؟ والله شوفي، يعني يمكن الشيء المميز احنا اللي نتميز به اللي هي اشياء تراثيه اللي احنا فيها روح الاصاله اللي احنا نتميز بها. نعم. فبالنسبه لهم لما شافوا الاعمال، لانه انا خذيت مجموعه من الاعمال للفنانين السبعه المطبوعه وعرضتها على مدير عام كان احد المتاحف،
فيقول لي هذا شيء يونيك يعني شيء فريد. جميل. فهذا اللي حفزه بأنه لما نقيم إحنا معرض قال لي إيش الهدف من وجودكم هني بحيث أنك أنت تعمل معرض؟ قلت له ليس معرض فردي بل هو معرض جماعي لجميع الفنانين. جميل. 43 فنان إن شاء الله وحن نتمنى ينكم لأنه يطلعوا على ثقافتنا وحضارتنا من خلال هذه الأعمال. صحيح. اللي هي مميزة بالنسبة لهم. بالضبط. لأنه حن ما نشابه أو غير منسوخين من. صحيح. أي دولة أخرى. صحيح. فالهوية. صحيح. موجودة وهذا كان أهم عنصر بأنه يشجعهم أنه يكون في معرض للعمانيين في داخل ماليزيا. جميل جدا في التنوع والثراء الثقافي اللي موجود في باريس. الإضافة اللي حسيتي فعلا أن أضفتيها للمشهد الثقافي هناك في باريس وببصمة عمانية دكتورة. طبعا انا حسيت بالاضافه من بدايه ركوبي للطائره خل اقول مجرد اني افتح الفيلم اللي تم اعداده. طبعا هذا الفيلم اشتغلنا فيه شهور طويله. نعم. للاعداد حاله عبر تصوير عبر اجتماعات مكثفه خاصه للدفعه السبعه الفنانين اللي سافروا كدفعه اوليه. مجرد اني افتح الفيلم واعرف ان اللي معاي في الطائره من الفرنسيين اللي مسافرين لبلدهم وقد يكون ايضا من العمانيين ومن جنسيات اخرى مختلفه يطلعوا على هذا الفيلم يشوفوا السيره الذاتيه للفنانين يطلعوا على اعمالهم هذا بدا الاحساس من ركوب الطائره. نعم. طبعا لما وصلت هناك لقائي بالفنانين تاثرت كثير بالاساليب اللي يتبعوها في الفن. ايضا التقيت انا بفنانه فرنسيه دومينيك زرتها في مرسمها تعرفت على نوع الفن اللي تستخدمه فن جميل جدا فن شرقي بحكم سكنها في فيتنام فترة من الزمان. نعم. اسمه هو فن الليكر هي تخلط مادة الليكر مع الألوان وتعمل عليها طبقات يعني تخرج بلوحات مبدعة في الجمال. جميل. فجلست معها حدثتني عن التقنيات اللي تستخدمها وشاهدت بعض من أعمالها. أيضا زرت الفنان كريم سيفو كريم عراقي مشهور جدا مقيم في باريس في منزله طلعت على ما سمع على أعماله فكل هذه أفكار تصب في مخيلة الفنان. صحيح. وأيضا طلعت مع أعمالي مثل ما قال سعيد أنا كنت ماخذة معي السيرة الذاتية يعني مطويات مثلا صور من أعمالي أيضا عندنا حساب احنا كل الفنانين اظن في الانستغرام مثلا. نعم. فاطلعتهم على ما هو موجود لدي في الانستغرام من لوحات ومن مشاركات. جميل. فاعجبوا كثير هم على فكره كان عندهم خلفيه عن الفن لان الفن العماني وصل. صحيح. يعني الفن العماني ما هو بالجديد عليهم فكانوا عارفين عنه يبقى فقط ان احنا نبرزه بشكل اكثر وبشكل اكثر يعني قوه وحضور. صحيح. يكون لنا في المحافل الدولية. بالنسبة لهذه الرحلة نعود للمعرض الآن وانطلاقا طبعا أكيد من مشاركتكم اختيار الدول هذه حضرتك لباريس وأيضا حضرتك لماليزيا كيف يتم تقسيم الفنانين المشاركين في هذا المعرض على الدول هل بناء على رغبة شخصية أم لا هناك يعني تقسيمة معينة وبالتالي عندما تزورون أيضا هذه الدول الجدول المعد لكم من الذي يضع هذا الجدول سواء زياراتكم لمعارض لمشاركتكم في معارض لقاءاتكم بفنانين كل هذه الأمور أستاذ سعيد. عموما ترى الجمعية لها دور كبير صراحة نوجه لها كل تحية بأنها تهتم بالفنانين. ماليزيا كانت اختيارك؟ لا هي هذا هم يضعوا شو اسمه الفنانين وقد يكون في بعضهم يمتلك القدره بالتواصل يعني ما شاء الله الدكتور حنان تجيد الفرنسيه يمكن ها ما شاء الله فهذا جانب يعني محفز ان تكون احد الاشخاص اللي يروح لفرنسا ففي لكن التقسيمه من خلال السيره الذاتيه يعرفوا الفنانين اللي ممكن يروح البلد اللي هو قد يستفيد منه. جميل. او يضيف. جميل. يعني جدول الأعمال هناك دكتورة كيف يتم يعني أنتم اللي تضعونه كل واحد يزور هو اللي يضع الجدول بس أعلق على كلام سعيد. نعم. أنا ما أجيد الفرنسية بعض الكلمات لكن كانت عندي خبرة يعني درست الفرنسية فترة من الزمن لكن يمكن عدم المواصلة سبب صراحة عدم إجادة اللغة. بالنسبة للجدول تضع السفارة طبعا السفارة العمانية في كل دولة بالتواصل مع الجمعية ومع الفنان أنا كما حصل أظن حصل هذا في معظم حالات احنا تواصلنا بمفردنا مع السفارات. نعم. سالوني ايش الاشياء اللي حابين تشوفوها في باريس. جميل. انا قلت لهم والله انا اريد اشوف مثلا متحف اللوفر ايضا بما ان متحف اللوفر متحف كلاسيكي يعرض الاعمال القديمه اللي هي مثلا من القرنين الثاني عشر مثلا الثامن. نعم. عشر او التاسع عشر
أيضا أغب برؤية الفن الحديث اللي صحيح. هو من العشرين فما فوق صحيح. القرن العشرين فما فوق. وكان عندي رغبة أيضا بزيارة متحف لبيكاسو في باريس كوني أنا معجبة كثير بالفنان بيكاسو بالمدرسة التكعيبية ويعني محبة كثيرا لأعماله وأحب أشوفها على حقيقتها، لكن للأسف ما تمكنت أن أشوفها لأنه كان مغلق في هذه الفترة للصيانة. طبعا تواصلت معهم بالإيميل حطوا لي جدول وأنا أيضا أعطيتهم حرية، قلت لهم أنتم طبعا أدى بما جميل. هو موجود فأي شيء تحبوا تحطوه حالي أنا أيضا طبعا مستعدة. وكانت جميل. كان يعني لمسة جميلة جدا زيارات الفنانين، وهذا ما نحتاجه يعني إحنا إذا عليك الحديث بس يعني من ضمن الأشياء الجميلة يعني نفذت لهم محاضرة للطلاب في ماليزيا جميل. الطلاب اللي هم العمانيين بالإضافة للدول الثانية اللي كزملائهم وأصدقائهم في داخل الملحقية، وكان دور الملحقية الثقافية دور كبير صراحة يعني جميل. يشكروا عليه بغض النظر عن السفارة، يعني كان دور الملحقية أكبر من السفارة. وحنا نتمنى يعني هي مشاركة جدا جميلة لكم كما نرى، ومثل ما استمعنا لكم ان اثرتكم واثرت ايضا الطرف الاخر بشكل سريع جدا. بس حبيت اوجه شكر في الختام الى الجمعيه العمانيه للفنون التشكيليه من اداره من طاقم عمل. احب اوجه شكر خاص للسفاره العمانيه في باريس وعلى راسها سعاده السفير الشيخ حميد المعني على الاستضافه على الترحيب، استقبلني في مكتبه خير استقبال، ناقشت معه فني، عرضت عليه لوحاتي وكان هذه فرصه سعيده. ايضا للاخ المستشار سلطان العزري من السفارة اللي قام بترتيب البرنامج، فهذه كلمة الشكر واجبة في حقهم صراحة على الجهود الذي بدلوه. نعم أنت أيضا تبغى تشكر بشكل سريع. نشكر الدكتور خميس البلوشي يعني حقيقة على جهوده، وجمعية الطلبة العمانيين اللي كانوا في الحدث يعني صراحة هم كانوا العون الأساسي في نجاح الزيارة. إحنا نقول لك دكتورة أيضا برسانهم هم مرسي بكو وتخبيه أيوة شوية أعرف. شكرا لكم الدكتورة حنان بنت إبراهيم الشحية والعائدة من باريس فنانة تشكيلية، وأيضا الفنان التشكيلي سعيد بن علي العلوي والعائد من ماليزيا، واللي كانوا مشاركين في المعرض الفني الطائر ألوان في السماء. وإحنا ألواننا هبطت وخلاص خذت مكانها، وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من برنامج من عمان. لقائنا بكم بمشيئة الله يتجدد في حلقة الغد مع مواضيع ومحطات متجددة جديدة. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وإلى لقاء.